مشاهدينا الأحبة، أسعد الله صباحاتكم بكل الخير، وأهلا بكل من ينضم إلينا لمتابعة ما تبقى من تفاصيل قهوة الصباح. أتوقع في هذه الإجازة احنا عملنا جدول سياحي على الأقل لبعض الأماكن نزورها. فعلا محمد، وبما أن سلطنتنا الحبيبة تزخر بالكثير من المناطق السياحية الجميلة، يعني اللي المتمازجة، فعلا متمازجة ما بين صحراء وبحر وجبل ومدينة، كلهم على بعض، فكلهم متواجد، وإن شاء الله نتمنى للجميع أنهم يقضوا أوقات جميلة. وهذه المرة انتقالتنا لأي ولاية راح تكون؟ إن شاء الله تعالى مباشرة إلى قرية فلج المشايخ، ولاية جعلان بن أبو حسن بمحافظة جنوب الشرقية. مشاهدينا الأحبة، هناك الموضوع عن تمازج الصحراء مع المزارع بفلج المشايخ، الزميل أحمد بن مبارك الدرمكي، لك الكلمة والصورة بعد صباح الخير. صباح النور، صباح الجمال محمد وخديجة ولجميع مشاهدي ومتابعي برنامج قهوة الصباح في هذه الأجواء الجميلة الرائعة والمثالية في فصل الشتاء. المسافة تقريبا من ولاية صور إلى حيث أنا موجود هنا في فلج المشايخ في ولاية جعلان بني أبو حسن ما يقرب قرابة ساعة. الأجواء طبعا مفعمة بكل ما تعنيه كلمة الجمال من معنى، سواء كان من خلال وجود السحب، الأجواء الباردة، حاليا ظهور في هذا المكان تحديدا ظهور الشمس، لكن على درجة حرارة لا تتجاوز 20 درجة. كما تشاهدون هذه المشاهد الرائعة الجميلة، المخيمات الشتوية مع الصحراء مع أيضا الجمال وسير، كل تفاصيل الجمال موجودة في هذا المكان، وبالتالي هي واحدة من المقاصد السياحية الجميلة التي يقصدها السائحون خلال فصل الشتاء. تفاصيل جميلة حول المكان وطبيعة المكان مع واحد من أبناء ولاية جعلان بني أبو حسن، ومن المهتمين أيضا بهذا النشاط، النشاط التخييم وأيضا المخيمات الشتوية. معنا هنا الأخ صقر الشحيمي، يا مرحبا حياك الله وسهلا، وسعيدين بك في هذا اللقاء الجميل. يا مرحبا فيكم، وانا سعد. طبعا نحن نتحدث عن الصحراء بجماليتها كما ذكروا الاخوان، هناك يعني هنا تمازج جميل في هذه الصحراء بين الصحراء وبين ايضا اشجار الممتده هنا، اشجار الغاف وغيرها من الاشجار، اضافه الى النشاط الرعوي سواء كان في الجمال او الماشيه او غيرها. اخ صقر، بكل تأكيد أنت تعيش هذه الجماليات وتفاصيلها، لو يعني تطلعنا والمشاهدين حول تفاصيل ومفردات الجمال في فلج المشايخ. طبعا نحن حاليا في صحراء جعلان بن أبو حسن، وهذه الصحراء هي امتدادا لرمال الشرقية التي تتقاسمها عدة ولايات، وهي من ضمنها ولاية جعلان بن أبو حسن. طبعا ولاية جعلان بن أبو حسن كحدود جغرافية لها النسبة الأكبر من هذه الرمال، وتمتاز أيضا تمتزج هذه الصحراء جهة الجنوب والغرب مع البحر، وأيضا جهة الشرق مع أشجار الغاف، وتقدر تقول أنها هي غابة من أشجار الغاف. بعد ذلك وانت متجه إلى جهة الشرق يأتيك مجرى وادي البطحاء، اللي هو امتدادا من شمال الشرقية إلى أن يصب في بحر العرب. بعد ذلك تتجه إلى جهة الشرق تأتيك مركز الولاية اللي هي عبارة فيها سوق الولاية، ونقدر نقول أنها هي تحتوي على أكبر تجمع سكني في الولاية. والعجيب في الموضوع أنه يقابل هذه الكثبان الرملية هي جبال جعلان وشهرها جبل قهوان، وفيما بينهم المنطقة السكنية. طبعا لا ننسى منطقة فلق المشايخ، منطقة فلق المشايخ هي عبارة عن واحة خضراء فيها عدة أفلاج، منها فلق هلال، فلق المشايخ وغيرها من الأفلاج، تزينها بساتين النخيل. والعجيب في الموضوع والجميل أنك بإمكانك أن تلتقط عبر التلفون في صورة واحدة، تلتقط الكثبان الرملية، تلتقط فيها أشجار الغاف، أيضا أشجار النخيل والجبل واللي هو جبل قهوان. وللشتاء حكاية في فصل في 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 الصحراء في هذا المكان. أكيد طبعا في الشتاء تنشط عندنا الحركة السياحية من خارج وداخل السلطنة،
في ناس كثير ما يعرفوا أن جعلان بن أبو حسن تحتوي على رمال، هو تحتوي على كثبان ومساحة واسعة من الرمال، وأيضا ما يميز هذه المنطقة اللي هو تمازج أشجار الغاف مع الرمال. كيف النشاط السياحي في موسم الشتاء؟ وأيضا يعني هناك في طقوسة نعرفها أيضا لموسم الشتاء ولأيضا السكان وقاطني هذه الأماكن. طبعا من ناحية السكان احنا عندنا اللي هي مثلا تقدر تقول رحلة الشتاء والصيف. في الشتاء أهل المنطقة يذهبوا هم وحلالهم تقدر تقول يروحوا إلى 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 إلى, إلى مناطق الرعي اللي هي سواء كانت في الصحراء أو كانت في الجبل. في أما في الصيف فالأغلب تحصل أن يتجمعوا في المناطق السكنية بحكم الأجواء وبحكم هذه طبعا كانت منذ القدم. أما بخصوص السياح غالبا ما ينشطوا في فصل الشتاء لامتياز المنطقة بالأجواء الباردة، وتتسم هذا المكان بالهدوء دائما يعني بعيد عن الأزعاج. شوفنا احنا الحين يمكن لنا واقفين أكثر من ساعة أبدا ما مرت من جنبنا السيارة، وهذا شيء جميل لأن هذه المنطقة تحتوي على مساحة جغرافية واسعة، بالإمكان كل شخص يمارس حياته وبإمكان كل شخص أنه يخيم بدون أي إزعاج أو بدون أي أحد ينكد عليه طلعته مثل ما نقول يا مرحبا. ونحن نتحدث أيضا عن يعني النشاط السياحي في منطقة الصحراء أكيد يتميز عن بقية المناطق بمميزات تختلف، وأيضا يحتاج أيضا إلى أدوات وإلى مهارات وإلى ثقافة معينة، ما هي؟ الثقافة أول شيء نقول عن نظافة المكان دائما، بس الحمد لله في الأونة الأخيرة بدأوا الناس يكون عندهم وعي أكثر. نحن نطالب كل السياح اللي سواء اللي ارتادوا الأماكن السياحية سواء في الصحراء أو غير الصحراء بأنه يحافظوا على نظافة المكان. ثاني شيء هنا أصحاب المنطقة عندهم حلال، فنحن نقول خاصة الجروبات السياحية لأن كثير تنشط عندنا هاي الجروبات السياحية، تعرف ما شاء الله عليهم 50 إلى 30 سيارة اللي هم يمارسوا رياضة التقطيع نحن نسميها والكروسينج في الصحراء، أنهم دائما يبتعدوا عن المناطق السكنية وأنهم يبتعدوا عن عزب الحلال، لأن هنا تعرف طبيعة الحيوانات تحب الهدوء. يعني يمكن شيء من الحيوانات هنا أو شيء من الجمال لما تشوف سيارات من بعيد وهي يعني تعرف أنها السيارة مو بسيارة راعيها يمكن عادة تروح 5 كيلو قدام اللي هي خوفا من هذه. وطبعا أنا أدعو الجميع بزيارة المنطقة والاستكشاف أكثر. ذكرنا في بداية حديثنا عن أن فلق المشايخ هي واحة زراعية، لو نسلط الضوء أيضا عن الجانب الزراعي الذي تميز به واحة فلق المشايخ. والله فلق المشايخ راح أعطيك معلومة، في موسم التبسيل أو اللي هو الفاغور يعتبر تصنيف الفاغور في فلق المشايخ الأول في السلطنة يعني من حيث الجودة. يوجد فيها أفلاج ويوجد فيها العديد من المزارع وتعتبر بيئة خصبة للزراعة. وأيضا يعني كما تابعت هناك من لافت الانتباه على مسافات تجد بئر. أيضا لهذه الآبار أتوقع لها قصص وهي ممتدة يعني منذ زمن. طبعا هذه الآبار قاموا فيها أجدادنا وهذه المنطقة بشكل عام، لأن هذه المنطقة أنت لو تلاحظ أول ما توصل جعلان بن أبو حسن الجهة الغربية تشوف كثافة أشجار الغاف، وهذه يعني هذا دليل على أن المنطقة تحتوي على مياه جوفية. نعم نعم، فالآبار الحمد لله نادرا ما تجف عندنا، لربما تقل بقلة الأمطار بس نادرا ما تجف. كوقفة هي ايوه يعني اغلب الابار تكون كوقف او سبيل للجميع بحيث ان كل بئر تحصل فيها خزان ماي اي واحد يقدر ياخذ منه ماي لحلاله، ونفس الوقت تحصل فيه حوض للاغنام ونفس الشيء حوض كبير للجمال. طبعا مع القمر والقمر والعرسي لا اكيد 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 اكيد. العام الماضي زرتونا هني فاستمتعنا بوجودكم، وهذه السنه ان شاء الله بعد ندعوكم انتم والاخوان في الاستديو لزيارتنا.
الله يحفظك، شكرا جزيلا لك الأخ الصقر شحيمي على هذا اللقاء الجميل، شكرا جزيلا. أحسنت وأحسنت، أهلا وسهلا. إذا هذه دعوة من صقر شحيمي وجميع أهالي فلق المشايخ هنا في ولاية جعلان بني أبو حسن إلى زيارة هذا المكان الجميل، لا سيما في هذه الأجواء الشتوية الرائعة، والدعوة إليكم بكل تأكيد خديجة ومحمد. نحن نلبي الدعوة ضروري. شكر لك الزميل أحمد بن مبارك الدرمكي، أنت وظيفك الكريم، وإن شاء الله تعالى الدعوة ملباة، وهذه أصلا فرصة للإجازة فعلا. أن الشباب يطلعوا، أصلا الشرقية صايرة في الشتاء مقصد سياحي كبير فعلا. للشباب، وأجواءها الجميلة محمد، وغير أنه أهل كرم الشرقية طبعا، وغير أنه تستمتع بكل الأشياء اللي أنت تريدها مع الأجواء الجميلة. وبما أنه بعد كم يوم إن شاء الله طلاب المدارس رح يخلصوا اختباراتهم، ففرصة أنهم يغيروا جو في هذه الأماكن الجميلة بإذن الله تعالى، وكل التوفيق لهم أيضا في اختباراتهم. مشاهدينا الأحبة، حديثنا عن القهوة إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.